الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في عربود الليلة. حقيقة الخلاف بين أحمد الفيشاوي وبشرة. أحمد زي أخونا برضو، بس يعني أخونا اللي محتاج شدة ودان شوية. هوس النجمات بفلتر سناب شات. عربود حصريا في كواليس مسلسل يا مالك قلب. أنا مع نظام العشر حلقات، حبيتها كتير الفكرة لأنه هي ضد المطمطة. نجوم يلبون نداء معجب بهم. هل أمل بشوشة مستبعدة من دراما رمضان 2020؟ والله العظيم أنا أحب أكون برمضان، لكن أكيد لا، أنتم ما رح تحبوا تشوفوني بالمكان الغلط. ديما بياع متهمة بإثارة المشاكل بين نجوم سوريا. ليه ما نحن ما بنعمل برامج جريئة مثل الأجانب؟ ليه ما بعرف شو؟ بس وقت ما بتجي القصة لعنا بنصير نتضايق. هنادي مهنا ترد على الاتهام حول دخولها الفن بسبب الواسطة. ومن زمان قوي قدام وسيم بيمثلوا. حكاية ألبوم عبير نامة حصرياً في عربود. أكيد رح يكون في شيء سوربريز لأنه نحن بنفكر ليل نهار. حصرياً دخلنا كواليس المسلسل اللبناني السوري مالكا قلبي بطولة عباس النوري وورد الخال. المسلسل مكون من 10 حلقات ضمن سلسلة حدوتة حب، وبتدور أحداثه حول طبيب بتتعرض ابنته لحادث سير وتموت، فيقرر التبرع بقلبها لشقيقتها. في مسلسل يا مالك قلبي عناصر كتير جذبت أبطاله للمشاركة فيه، أبرزها كونه بيضم 10 حلقات. أنا مع نظام العشر حلقات، حبيتها كتير الفكرة لأنه هي ضد المطمطة، بتخفف شوي من وطأة هذا المزاج اللي تعود فيه المشاهد العربي على الكسل، أن العمل يعني إمتى ما كان ممكن يشوفه أو ممكن يحكي على التليفون ويضل يتابعه أو يجي ضيوف يقعد معهم يضل عم يشوف شوي من التلفزيون اللي هو شاعر والمسلسل شغال أو يأكل تبولة أو أي شيء يفتح حديث يعني. فلذلك يعني العمل الفني لازم يتمتع بخصوصية هوية لحضوره لحتى يناسب فعلا مزاج الناس، لأنه بهي الحالة بس بيكسب احترام الناس له. فأنا من هالزاوية مع هاي التجربة لهذا النوع من الأعمال. ورد الخال سعادتها كبيرة بالمسلسل وبشخصية دارين التي تجسدها. مبسوطة زيادة لأني عم شارك مع الفنان الكبير عباس النوري، وإلى جانب طبعاً زملاء كتار سوريين ولبنانيين. دوري دور جديد طبعاً، وصحيح القصة هي قصيرة لكن موضوع كتير كبير دسم كتير، بيحكي عن المعاناة بموضوع العقم، عن الأمومة يعني بشكل عام، ودور جديد يعني لإلي وأداء جديد، فأنا سعيدة أني موجودة بهذا العمل. شارك أيضاً في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانيين والسوريين. أختين بس ما بيكونوا بيعرفوا بعضهم، يعني لما خلقوا من وراء ظروف العائلة اضطروا يكونوا separated وانفصلوا عن بعض، ووحدة عايشت بعائلة غنية تانية بعائلة فقيرة. هيدي المشاركة الأولى لإلي بسوريا، سبق وكان شركة جولدن لاين اتصلوا فيي بفترة رمضان، بس كان عندي ارتباطات لغير مسلسلات بلبنان، فهالمرة زبطت معنا والحمد لله. المشاركة يعني عم بتكون كتير حلوة، يعني أنا كتير سعيدة بالشغل مع الشركة. عم أعمل شخصية اسمها قيس، قيس هو عازف آلة الكمان وبيقرر يبعد عن فكرة الموسيقى والهي، لأنه كان مرتبطة بالخطيبة الأولى أو البنت الأولى اللي عارفها، وبيفضل أنه يروح لاتجاه تاني، فبيلغي عالم الموسيقى تماما من حياته، بيصير مصمم مجوهرات، ويعني ما كتير بدي فوت بالتفاصيل أكتر من هيك. We'll be right back.
من حين لآخر بيظهر فلتر جديد عبر سناب شات، واللي طبعاً بسرعة جداً ومن غير أي تردد بتجربوا الفنانات عشان يشوفوا إذا كان هاي ديف إلى صورهم وفيديوهاتهم جمال أكتر ولا لا. وأكتر فلاتر السوشيال ميديا جذبة للنجمات هو فلتر سناب شات الجديد، فمين هم النجمات الأكتر استخداماً ليه؟ استطاعت مايا دياب أنه تحصل على فلتر خاص فيها عبر تطبيق إنستغرام، والفلتر الجديد مأخوذ من لوك ومكياج مايا بكليبة الأخير يا بيابا، ويلي حققت من خلاله نجاح كبير من وقت طرحه عبر يوتيوب. كما كشفت بلقيس من خلال صفحتها على انستغرام عن اختيار تطبيق سناب شات العالمي لعمل فلتر خاص لأغنيتها الجديدة تعال تشوف، وذلك تاني اختيار لها كفنانة عربية. وطرحت بلقيس الفلتر وحثت الجمهور على استخدامه، والفلتر هو عبارة عن الماسك يلي ظهرت فيه بالكليب الجديد. والله غنعش حياتي نخرج أنا وصحاباتي. أما نيكول سابا فلجأت لسناب شات ونشرت أكثر من فيديو لها ظهرت فيه وعم بتغني بطريقة عفوية، واختارت الكات فلتر، واختارت وعد السونغلاسز فلتر لتطلع عليه على جمهورها ورفقته بغناء لأغنية على مين ويلي غنتها بطريقة اللايف. على مين تقدر تداري هواك. أيضا نشرت منى فضالي فيديو لها عبر إنستغرام ظهرت من خلاله عبر سناب شات بفلتر النظارة والشعر البينك. ممكن نقول إن أمل بشوشة رجعت بقوة للأضواء وبشكل غير عادي وبدور ما تعودناش عليها فيه قبل كده، وهو الكوميدي من خلال مسلسل دولار. تعاون هو الأول مع النجم اللبناني عادل كرم، خدته أمل بشوشة واللي فيما يبدو كان ليه أصداء إيجابية جدا. قابلنا زميلنا راغب حلاوي في بيروت وسألها عن نجاحها في المسلسل وعن احتمال قيامها ببطولة مسلسل في رمضان 2020. بعض الأصداء الإيجابية يلي حققها مسلسل دولار، كيف بتشوف أمل هالنجاح؟ الحمد لله دولار لليوم عامل شغل كتير حلو لليوم، الناس يعني بسافر وناس تلاقيني بتقلي برافو شو هالكاركتر الجديد اللي عملتيه، طالعة مهضومة ما كنا عارفينك هيك، فإنه الحمد لله يعني. أعطيني الرقم نص بالنص. وبالرغم من أنه التجربة الدرامية الأولى للفنان عادل كرم، إلى أن توجد كيمستري مشتركة بينه وبين أمل. اشتغلنا كتير أنا والفنان الصديق عادل كرم، والحمد لله أنه هالكيمستري اللي كانت بيناتنا طلعت على بدولار وحبونا الناس الحمد لله. وهلأ مين بده ياخد دولار؟ أنا مش هنفكر بالدولار. أمل تنتقي أعمالها بشدة، لذلك ما بتتواجد بالكثير من الأعمال الدرامية الرمضانية. أكيد حابة كثير أن أكون برمضان، حابة أكون بالمحل اللي بيلبق لي أو المحل المناسب، ولا عمري اشتغلت بالدراما كبزنس. أنا بحب أشتغل بالدراما لأنه أنا بحب التمثيل وبحب أكون موجودة بالمكان اللي أنا بحس أني أقدر أقدم فيه شيء وأنه هالمكان رح يقدم لي بالمقابل شيء. 11 سبتمبر دي قلبت الدنيا كلها يا فخر. فاكر لما كنت بتقولي في أفغانستان في حاجة كبيرة هتحصل؟ وخلال اللقاء وجهت رسالة لمحبيها. صدقوني أنا بقول للفانز اللي عم يبعثوا لي بليز بدنا نشوفك برمضان، والله العظيم أنا حب أكون برمضان، لكن أكيد لا أنتم ما رح تحبوا تشوفوني بالمكان الغلط. عبود الليلة. سيلين ديون ترد على منتقدي نحافتها الشديدة. ديما بياعة متهمة بالسعي لإثارة الجدل باستمرار. يعني أنا فاضي لسير جدل.
أنا دي مهنة تهجر الغناء أغني دي سيبها على جنب شوية. الجمهور بيستنى دايما مشاهده اعمال سينمائيه ودراميه عالميه جديده لنجومهم المفضلين اللي بيرجعوا بقوه تتناسب مع انتظار محبيهم. فيا ترى ايه هي الاعمال المنتظره؟ بالطبع شاهدتوا فيلم ستار از بورن مئات المرات، لذلك من الطبيعي انه تحسوا بالملل، ولكن من الواضح انه ليدي غاغا رح ترجع فروم ذا شالو مره جديده ولكن بشكل مختلف تماما، حيث انتشرت تقارير صحفيه تفيد انه شركه وارنر برادرز رشحت غاغا لدور بالنسخه الجديده من فيلم ليتل شوب اوف هورز يلي سبق وعرض بالسيكستيز، ولغايه هلا ما انكشف عن الدور يلي رشحت له وان كانت وافقت او لا، ولكن الهيئة أنه رح توقع بغرام هالنوعية من الأفلام. وبالتأكيد اشتقتوا إلى The Beautiful Sansa من وقت ما ودعتوا Game of Thrones من عدة أشهر، ولكن أخيراً رح ترجع صوفي تيرنر إلى The Small Screen قريباً جداً، حيث تعاقدت بالفعل على المشاركة بمسلسل Survive ويلي رح تجسد فيه شخصية جين يلي بتعاني من حالة نفسية مؤلمة، ولكننا منأمل انه هالشي ما يأثر سلبيا على نفسية صوفي لأنها بتتأثر بالأدوار يلي بتشارك فيها بسهولة. Are you missing Michelle Obama at the White House؟ منحب نطمنكن انها رح ترجع قريبا جدا، ولكن مش من خلال عالم السياسة لبل من خلال عالم الفن يلي ما له نهاية، وذلك من بعد ما تعاقدت فيولا ديفيس على تقديم دورة ضمن احداث المسلسل المنتظر First Ladies. Hi. How are you guys doing? Are you staying warm? وما تعطلوا هم، مش بس السيدات رح يسيطروا على الأفلام والمسلسلات القادمة، ف The Most Handsome Man Ever Mark Wahlberg رجع لكم قريبا، وذلك من خلال فيلم Infinity يلي رح يطرح بالسينمايات العام المقبل. Oh no! You hit me because I like the Clippers. I think the Clippers are awesome. They were smart for trading Blake Griffin. ديما بياع جاوبت على أسئلة زميلتنا نهى طرابلسي وتحديدا اتهمها من قبل بعض الصحافة بسعيها المستمر للبقاء تحت الأضواء والكلام عنها عبر إثارة الجدل بمواقف أو تصريحات نارية سواء عنها أو عن حياتها الخاصة أو حتى زملائها. وسألت زميلتنا نهى ديما سؤال شائك جدا، هل ممكن توافقي على الانضمام للموسم الرابع الجديد من مسلسل الهيبة في حال عرض عليها التمثيل أمام زوجها السابق تيم حسن؟ فيا ترى إجابة ديما كانت إيه؟ مشاركتك ببرنامج أكلناها مع باسم ياخور كسرت الدنيا بعدين وخلقت مشاكل، والرقصة والأسئلة اللي انسألت كتير خلقت بعدين مشاكل بين الفنانين، تعليقك على الموضوع؟ أنا ما صار معي أي شيء من هذا، أنا كان البرنامج بالنسبة لي بعتبره برنامج جريء. ليه لا؟ نحن دائما بنقول لازم نشوف الأجانب، ليه ما نحن ما بنعمل برامج جريئة مثل الأجانب؟ ليه ما بعرف شو، بس وقت ما بتجي القصة لعنا بنصير منتضايق. أنا بضرب حنية. أنت بتضربي حنية؟ أحمد بضرب حنية ولا مو بحنية؟ احمد شهادتك مو مقبوله اليوم، حتاكل عني. ريح حالك ارتاح. ما عندك حتى مشكله تشاركي بطوله مع تيم حسن؟ لا ليه نحن بالاخير فن وتمثيل، فليه لا؟ هلا اذا الدور حلو ليه لا، هي بيعتمد على الدور، ما ليه لا حتى ما وافق. نسيتي كيف كنت بدلي بشكشي؟ انا ما عادت جبه وحوبه مثل قبل لحتى تضحك علي. بيتهموكي انه انت بتعملي هيك فيديوز احيانا تستفزي او تثيري الجدل، صحه هالموضوع؟ يعني اكيد لا، يعني انا فاضي لسير جدل، في عنا كتير شغلات بحياتنا شو ما بنعملها بيعتبروها ان اثاره جدل، لا طبعا، يعني انا بعيش بطريقه طبيعيه وحياتي بشكل عادي و يعني ما بشوف فيها غلط، يعني ليه لا. سيلين ديون اكيد طبعا واحده من ايقونات الغناء في العالم، لذلك من الطبيعي ان يهتم الجميع باخبارها واعمالها، لكنها مؤخرا بتواجه موجه من الانتقادات، فما السبب وراء ذلك؟ ما
تعرضت سيلين ديون بالفترة الماضية للعديد من الانتقادات على السوشيال ميديا والتابلويدز بسبب نحافتها الزائدة بالسنوات الأخيرة، ووقت سؤالها عن هالأمر خلال لقاءها ببرنامج Entertainment Tonight مزحت قائلة: هل هناك شيء خاطئ في جسدي؟ ولكنها وضحت من بعدها أنه وقتها كانت صغيرة كان وجهها أكثر امتلاءً لأنه الشخص بيكون عنده دهون أكثر هو وصغير، ولكنها دايماً كانت نحيفة. كما أضافت أنها بتتقبل النقد، وإذا كان الشخص ما بده أنه يتم انتقاده فعليه أنه يشتغل بمجال آخر. فيما كشفت عن سر رشاقتها فقالت: بتمارس الباليه كما بتقوم بالعديد من تمارين ستريتشنج، وأضافت: رياضة مفيدة لجسدها وروحها، فهي بتزيد من مرونة الجسد وبتساعد بتحسين التنفس. وعلى صعيد آخر بتشارك سيلين بالورد تور الخاص بالألبوم الجديد كاريج ويلي بدأت فيه ب 18 سبتمبر الماضي وبيستمر حتى نفس الوقت من العام المقبل. ولكن مؤخراً أجلت عدد من الحفلات بموغيال بسبب إصابتها بفيروس بحلقة. كما عم تستعد لإصدار الألبوم ب 15 نوفمبر القادم، وكانت طرحت 3 أغاني منه بنفس اليوم يلي بدأت فيه التور. الممثلة والمغنية نادي مهنا هي نجمة فقرة سؤال وجواب النهاردة، واللي اعتبرت ان ابناء الفنانين من ذنبهم ان اهلهم نجوم وتولدوا وعاشوا في جو الفن، وده مش هيخلي فيه اعتراض انهم كمان يشتغلوا في الفن. نادي مهنا اشتغلت مع نجوم كبار في مقدمتهم محمد رمضان، وعشان كده حاليا مركزة في التمثيل، فماذا عن الغناء؟ أغني دي سايبها على جنب شوية، يعني بنبني حاجات، ف الغنى سايباه على جنب ان انا اقف على رجلي الاول في تمثيل كويس، ابقى عاملة لنفسي بيز كويس قوي، وبعد كده نبقى نغني براحتنا. هو على فكرة هو مش ترند، هو من زمان قوي ابناء مهسين بيمثلوا، يعني انت في الجيل بتاع دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم، كريم محمود عبد العزيز، محمود عبد العزيز، ناس كتير قوي، انا اصلا محمد امام، عمر متقي، كل دول جيل نفس تقريبا نفس السن، فلا ده من زمان قوي، احمد الفيشاوي، يعني كل دول نفس الجيل، وده من زمان قوي، مش ترند، بس هو بيبقى معظم الوقت هتلاقي جينات، يا ده اللي انا بقوله، ان بتبقى وراثه كمان، ان انت في حتت بتتاخد وراثه من حاجات، وفي حتت بتبقى عشان تربيتي حوالين الفيلد وحوالين الممثلين وحوالين اللوكيشنز وحوالين كده، فبتبقى موجوده فيكي. ده كان وش مين ده؟ كان وشك. بس انا كنت لسه صغيره يا بنتي، ما انت زي القمر من وانت صغيره. يلا مش فاكرة، ماشي 5 جنيه تقريبا، كان عندي كم سنة؟ 7 مثلا، 7 سنين؟ 7 سنين تقريبا، يعني مش فاكرة قوي، بس هو تقريبا حاجة كده. مالديفز أو بالي، يعني حاجة كده، عارفة؟ أو على فكرة هاتي كده ممكن أطلع السخنة وأقعد على البحر وأنام، بس محدش يصحيني، مش زي ما أسافر برا مصر. ما عنديش اغاني معينه، بص انا كل اسبوع ببقى ببلاي ليست معينه، كل اسبوع هتلاقيه بقول لك دي اغنيتي المفضله، هو هي كده الاسبوع ده ايه، فرنش فويجو، هو اغنيه كده فرنش، انا بسمع فرنش كتير قوي قوي، اكتر لغه بسمع لها اغاني. انا بمود، يعني مثلا ممكن وانا راجعه اسمع وائل جسار، ممكن وانا رايحه اسمع بوسي والليسي، ممكن مثلا في النص تامر حسني، بعشق تامر حسني ده في اي وقت، اقسم بالله نايمه صاحي تامر حسني يا جماعه، اوبسست بعشقه، واغانيه كلها عارفه، مفيش اغنيه، يعني طلعي لي اغنيه دلوقتي هتلاقيني حافظاها، مفيش اغنيه واحده عملها في حياته مش حافظاها.
من الكبار يسرى، هموت بجد يسرى طبعا، شباب في سننا احمد خالد صالح. انا ما مش حاجه في حياتي غير انا مطبخ اصلا، ده بجد ستيك بقى بالمشروم وغرسان وحاجات كده. هي على فكره انت عزميني على شوربه من واحنا صغيرين، اوكي، ولحد دلوقتي ما جبتش الشوربه وعملت الانترفيو يعني من غير شوربه، ف مش تعرفي بس بحبك قد ايه. بعد الفاصل عبير نعمة تكشف حصرياً لعرب وود عن استعدادها لألبومها الثالث. نفكر ليل نهار بأنه نقدم الأفضل. رومانسية جاستن بيبر وهيلي بولدوين. فنانات يكرهن الكعب العالي. معظم الفنانات بيفضلوا الكعب العالي اللي بيطفي على اطلالتهم الكتير من الكلاسيكيه والانوثه، لكن من الواضح كده ان في نجمات عندهم راي تاني وما بيفضلوش ارتداء الكعب العالي ابدا. جابوا سيرته في وسط موضوع قلت اسمع. اثارت اصاله نصري ضجه كبيره بعد نشر الاعلامي مصطفى الاغا فيديو لها وهي تتجول في بهو احد الفنادق وخلعت حذاءها وامسكته في يدها. وعلق الأغا على الفيديو: أصالة حافية القدمين، أكثر نجمة مبدعة عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن تقابلها في حياتك. أي دور لازم تشلح من رجلك. شرفك. خلاص طيب. احتفال. أنا حتنزل سوشيال ميديا. أما ميساء مغربي فظهرت في أكثر من فوتو سيشن بالكعب العالي، لكنها في حياتها العادية تفضل الكعب المنخفض، وزاد الأمر عندما ظهرت بفستان سواري أخضر وارتدت عليه سنيبر ولم تهتم بأي انتقاد. كل واحد عيني طريق. صح؟ تعرف ميرال قبل شوية العبادة. تعرفين ميرال؟ ايوه. وايضا دانييلا رحمه من اكثر الفنانات التي تتحيزن للكعب المنخفض المريح، خاصه لانها تتمتع بطول جيد. مهم جدا وجودك في تفاصيلي، مهم جدا بغاني ومواويلي. كما اعتادت غاده عبد الرازق الظهور بالكعب المنخفض والاحذيه الرياضيه في معظم الوقت، سواء بالملابس الكاجوال او السواري. ونشرت غاده مؤخرا فيديو لها على انستغرام برفقه الذهبيه نوال الزغبي وفيفي عبده وارتدت حذاء رياضي. مين شعرها اجبه؟ طب يلا بقى. ايوه بقى، انتظرونا، بحبكم قوي. لاف يو. We'll be right back.
عبير نعمة فنانة لبنانية استثنائية رسمت طريقها الفني بعناية لكي تسير على خطى الكبار في عالم الأغنية بكلاسيكيتها ورصانتها وأغانيها اللي زي ما بنقول بتدخل القلب من غير استئذان. وده ممكن يكون بسبب نجاح ألبومها الجديد بالإضافة لأنها اشتغلت عليه بصبر كبير ومن غير استعجال، وده اللي وضحته بالتفصيل في لقاءنا معاها حصريا في عرب وود. أكيد رح يكون في شيء سوربريز لأنه نحن منفكر ليل نهار بشغلنا وبالموسيقى ومنفكر ليل نهار بأنه نقدم الأفضل، يعني إن شاء الله نقدر أنه نقدم شيء كتير كتير حلو يكون سوربريز للناس. بكل ثقة بتوعد عبير نعمة جمهورها بألبوم مميز اختارت أغانيه بعناية وحاولت تقديمه بشكل مختلف. تتذكر أول ما صرنا كبار شو كنت تعاتب وتغار؟ فكرنا أنه نعمله قصة، بمعنى أنه كل قصة تكون هي تكملة لشيء قبلها أو بعدها، وهيك كمان الناس يعني بتروحي معهم لدايمنشن تاني. حبك خلاني يا عمري غناني وأحلم إني بعالم تاني. وألبوم حكاية ليه مكانة خاصة بقلبها كون جزء كبير منه بيعبر عن حياتها. بالحقيقة كل غنية مثلاً وينك، أنا اجتمعت مع الشاعر وطلبت منه، خبرته قصة صارت معي من زمان وطلبت منه أنه يكتب هالقصيدة، وفي كتير قصائد هيك بتشبهني يعني وبتمثل مرحلة من حياتي، مش هيك تحصيل حاصل الكلام والغناء. أنا كتير محظوظة يعني بالنتيجة، فلا أنا هلأ كتير بشبه حالي واللي عم قدمه هو أنا. بجانب التجديد بالأغاني ظهرت أيضاً بلوك جديد نال إعجاب جمهورها، فمين أقنعها به؟ أنا كتير انبسطت بتغيير اللوك، بتعرفي أنا تغيرت، ما في حدا يقنع حدا بهذا الموضوع، بده يجي من صميم الفنان، من قلبه، منه، من روحه، وإلا رح يبين كل شيء عم يعمله مخادع وكاذب وما بيشبهه. ودائماً بتحاول تقدم خطوات متتالية وبتحضر لألبومها الثالث. صحيح بعدنا عم نستمتع بالألبوم الثاني وكتر خير الله نجاحه يعني والعالم كتير حبيت، بس نحنا كشركة وكأنا شخصياً بلشنا نفتش على أغاني جديدة. في بداياتها سبق وقدمت أغاني لكبار المطربين العرب ولكنها بترفض الآن اقتران اسمها بهم. بفضل أنه ينذكر اسمي مع موسيقتي، يعني ما يقترن اسمي بي، يعني بتغني لما بتغني مثلا للست فيروز بتغني كتير حلو، أو لما بتغني لأسمهان أوكي كتير حلو، بس أنا أوكي بشكرهم، بس بفضل أنه ما يقترن صوتي واسمي بحدا مش بحالي. بيهتم الكثير بأخبار الثنائي جاستن بيبر وهالي بولدوين، خاصة بعد احتفالهم بزفافهم مؤخرا، وده كان واضح جدا في فيديو كليب جاستن الجديد. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. بهالكلمات عبر جاستن بيبر عن حبه الكبير لزوجته هالي بولدوين بأحدث أغنيته يلي بتحمل اسم 10,000 hours ويلي بيشاركوا فيها الغني دان اند شي. وطرح بيبر الفيديو كليب الخاص بالأغنية من بعد عدة أيام من احتفاله بزفافه بساوث كارولينا، ولأول مرة تظهر معه هيلي بعمل من أعماله وارتدت برايدل وايت شيرت مع جينز. كما حققت الأغنية عدد مشاهدات عالية من وقت طرحها، وبيجسد الثنائي بالكليب حالة كبيرة من الحب والرومانسية مثل ما دايما منشوفهم، خاصة من بعد ما أثبتوا قوة علاقتهم وتحديهم للكثير من المشاكل يلي مروا فيها بالفترة السابقة. وتم عرض بعض الفيديوز الشخصية للثنائي بالخلفية، ولكن لسوء الحظ ما عرضوا أي فيديوز من حفل الزفاف، رغم أنه بيبر شارك جمهوره بأكثر من صورة عبر حسابه على إنستغرام.
ومن الواضح أنه الثنائي ما عم ينفصلوا عن بعضهم هالأيام، حيث أنهم ظهروا سوا أيضاً بالحملة الدعائية الخاصة بالكابسول كولكشن يلي طرحتها كالفين كلاين احتفالاً بمرور 50 سنة على تأسيسها. بعد الفاصل في عرب ود الليلة، من هي الفنانة الأقرب إلى بشرة؟ والله كتير، يعني معروف إن نيلي كريم يعني قريبة لقلبي جدا، هنا شيحة حبيبتي بحب أروى جدا، إريهام عبد الغفور برضو بحبها قوي قوي قوي. كل النجوم ليهم معجبين سواء في وطنهم أو حتى خارج الوطن، وطبعا كل معجب بيحلم أن نجمه المفضل يحقق ليه واحد من أحلامه بغض النظر بقى عن مضمونه. فإزاي حقق النجوم أحلام ومطالب معجبين؟ يا قلبي ضل سهر وغني ليل نهار، عيش الحب وضلك حب وخلي السهرة تشرقتنا. لفت نانسي عجرم نداء أحد معجبيها خلال غنائها بإحدى حفلاتها بمصر، حيث أتاحت له الفرصة للصعود على المسرح والغناء معه. ومن المعروف عن نانسي إنها بتحترم معجبيها وبتقدرهم، فقد نشرت من قبل مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر ظهرت فيه ببلدان مختلفة كانت قد قدمت فيها حفلات ولقت استقبال وحفاوة من الجمهور، وكتبت عليه إنه عندها أفضل معجبين وشكرتهم. أما رامي عياش فنشر فيديو عبر حسابه على إنستغرام هو وعم يتوجه لأحدى المتاجر لشراء جهاز لابتوب كهدية ليقدمها لأحدى معجباته من ذوي احتياجات الخاصة يلي التقى فيها من قبل بأحدى المهرجانات، وأرسلت له رسالة عبرت فيها عن سعادتها بأن التقت فيه ببلدها، فقرر عياش زيارتها وشراء هدية لها، وعلق على الفيديو أنه من أسعد اللحظات يلي عاشها. مرحبا بكم نورتونا، عن جد ما بعرف شو بدي أقول، إحساس جميل بوبستار رامي عياش كهو عندنا، يعني كهو هو عندنا في بيتنا المتواضع، بيتكم كبير وغالي علينا كثير ولا في الأحلام، شرفتنا حبيبة قلبي يا سلمى. وأيضا نجوى كرم من بعد الاستقبال الحافل فيها بمنطقة الجميزي بلبنان، قررت من بعد الانتهاء من إحياء حفلة النزول إلى الشارع وسط الجمهور ولبت نداءهم بأنها غنت بالشارع لمعجبيها، وهي وماشي بالشارع استوقف أحد معجبيها ليعبر لها عن مدى أعجابه فيها وتقديرها لإله، وقفت وتحدثت معه. وعن رامز أمير فلبى رغبة محبيه بدعوتهم لزيارته بمكان تدريبه على رياضة الباركور ومشاهدته هو وعم بيمارسها، وقد نشر الفيديو الخاص بهالزيارة عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليه. ختام الحلقة مع الجزء الثالث والأخير من نجم الأسبوع مع بشرة اللي اعترفت لعرب وود عن طريقتها في التعاطي مع السباب والشتائم اللي أحياناً بيتعرض لها للأسف النجوم على السوشيال ميديا. كمان شرحت لينا حقيقة اللي اتقال عن وجود خلاف بينها وبين أحمد الفيشاوي. فنانة ليا؟ والله كتير، يعني معروف ان نيلي كريم يعني قريبة لقلبي جدا، هنا شيحة حبيبتي بحب أروى جدا، إريهام عبد الغفور برضو بحبها قوي قوي قوي، كل دول أصحابي وكل دول اللي بلاقي منهم تشجيع ليا. ما تسيبش حاجة للظروف،
أصل الحياة مش عايزة أخوف، حب الحياة بعينيك تشوف. السوشيال ميديا بقت سلاح سخيف جدا للسب والقصف الحقيقة، وبقى يعني استخدامات الناس ليه بقت سيئة السمعة، بس زي ما له مساوئ له مكاسب كتيرة جدا. يعني هو ده التطور التكنولوجي اللي لازم احنا نواكبه، ما ينفعش نعود إلى الوراء. شكل الحياة بقى حاجة تانية. الشتيمة ما بقتش توجع لأن فقدت معناها من كتر التكرار ومن كتر ما هي بقت بلا قيمة. وبعدين أنا يهمني مين اللي بيشتم، أنا مش معنية بالناس دي خالص، لأن أنا عندي أشغال أهم بكتير من أن أنا أتوقف عند الحاجات دي. واسمعها لي منك ما سمعتها منهم خلاص، قالوها من والله. شخصية دليدة دي عدت بمراحل كتيرة قوي، من مسلسل ولا فيلم ولا فيلم ولا مسلسل، وعد عليها أكتر من منتج، ولسه ما وصلناش للشكل النهائي ليها ككتابة وكإخراج. آه طبعا ما زلت شغال عليها، بس كله شغل في المطبخ، يعني كله شغل في الكواليس. أحمد زي أخونا برضو، بس يعني أخونا اللي محتاج شدة ودان شوية. أنا ما اتخانقتش مع أحمد الفيشاوي عشان أتصالح، بس هو أحمد عليه تصرفات الحقيقة غريبة جدا، ويعني صاحبنا وعشرة عمره وعيش وملح، لكن برضو بجد هو محتاج بس يراجع نفسه شوية في التصرفات بتاعته اللي هي يعني بتزعل منه زملائه وناس وكده. انتظروا غدا هنا شيحة في فقرة سؤال وجواب. ملوخية ورز وبامية، أنا بطبخ. مش هقول، مش هقول، مش هقول كلمة راجل، دي حاجات كتير قوي 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 ليه هفكر في حاجات صعبة دلوقتي. Thank you. ميرسي. خلصت حلقة عربود الليلة، وكان فيها حقيقة الخلاف بين أحمد الفيشاوي وبشرة. أحمد زي أخونا برضو، بس يعني أخونا اللي محتاج شدة ودان شوية. هوس النجمات بفلتر سناب شات. عربود حصريا في كواليس مسلسل يا مالك قلبي. أنا مع نظام العشر حلقات، حبيتها كتير الفكرة لأنه هي ضد المطمطة. نجوم يلبون نداء معجبيهم. هل أمل بشوشة مستبعدة من دراما رمضان 2020؟ والله العظيم أنا أحب أكون برمضان، لكن أكيد لا، أنتم ما رح تحبوا تشوفوني بالمكان الغلط. ديما بياعة متهمة بإثارة المشاكل بين نجوم سوريا. ليه ما نحن ما بنعمل برامج جريئة مثل الأجانب؟ ليه ما بعرف شو؟ بس وقت ما بتجي القصة لعنا منصير نتضايق. هنادي معنا ترد على الاتهام حول دخولها الفن بسبب الواسطة. ومن زمان قوي أدمام وسيم بيمثلوا. حكاية ألبوم عبير نامة حصرياً في عربود. أكيد رح يكون في شيء سوربريز، لأنه نحن منفكر ليل نهار. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود.